عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم من جديد مع هيثم. أنا موجود ما زلت في ساحة الحاويات. هقول معلومة مهمة شوية للناس اللي شغالة في اللوجيستكس عامة، أو أنت كمستورد. نفترض مثلا لو جالك حاوية أو المورد جاي يحملك وأنت بتحمل في المصنع مثلا، سواء في الصين أو في السعودية، زي ما أنا موجود بكلمكم من الساحة هنا بجوار ميناء جدة هنا في المملكة العربية السعودية. لو انت مثلا صاحب مصنع او انت في مصر او في السعوديه، والخط الملاحي او شركه الشحن بعتت لك حاويه عشان تحملها، او انت في بتحمل من الصين بضاعتك وانت واقف في تحضر التحميل، وتقوم الحاويه اللي جات لك دي حاويه 20 قدم، فيقوم الحاويه اللي جات لك بالمنظر ده. المنظر اللي احنا شايفينه ده منظر كارثي، يعني لا يمكن. اوعى طبعا تحمل بضاعتك في حاويه تكون بالشكل ده، لان الحاويه دي عمرها ما هتطلع على المركب على الاطلاق. لان طبعا الدمج اللي حصل هنا ده، او الخطا اللي حصل هنا ده حصل في اخطر جزء في الكونتينر كله، وهو في القايم بتاع الكونتينر. فطبعا ده يدمر الحاويه دي كلها. حتى لو حاويه جديده وسليمه، بالمنظر اللي انتم شايفينه ده كده الحاويه دي خلاص انتهت، لا يمكن تتصلح تاني، لان ده القايم ده صلب الحاويه نفسها. الجزء ده لو ده الجزء الكرين اللي بيتظبط فيه او بيتربط فيه في الحاويه اللي تحتيه، بيتظبط على الحاويه اللي تحتيه. فطبعا لازم يشبك على ظهر المركب، بيبقى فيه جزء بيطلع كده عشان يربط الحاويه، عشان يمسك الحاويه من تحت. فبالشكل ده طبعا الحاويه دي كده كلها اتدمرت خلاص وانتهت، وده اخطر جزء في الكونتينر. ممكن الخبطه لو في جنب الكونتينر مفيش مشكله، لو في سقف الكونتينر مفيش مشكله، لكن ان انت تقرب ناحيه القايم بتاع الكونتينر، يبقى انت بتلعب في اخطر جزء في الحاويه، وهو القايم بتاع الحاويه اللي يمكن المفترض يتمس خالص، ولابد يكون سليم بنسبه 100%. يعني دي ملاحظه للناس اللي شغاله في الشحنه او في الاستيراد او التصدير. اشوفكم في حلقه جديده مع هيثم، والى اللقاء، والسلام عليكم.